من كام يوم بنتي لقيتها بتقول لي احنا كان معانا في المدرسة بنت باباها هو اول واحد اسلم في بلده. قلت لها يعني ايه اول واحد اسلم في بلده؟ عنده 100 سنة؟ قالت لي لا لا لا، دي بنت صغيرة وباباها موجود. طب بلد ايه؟ لا مش فاكرة. قلت لها افتكري لي وعرفي لي هم منين. طلعوا منين؟ من الاكوادور. الشيخ يحيى ده أول واحد أسلم في الإكوادور. اللي ما يعرفش الإكوادور، البلد دي بلد موجودة في أمريكا اللاتينية، هي يعني جنب بيرو وكولومبيا وفيها 15 مليون نسمة، وما فيش مخلوق كان أسلم في البلد دي قبل الشيخ يحيى ما يفكر في أنه يعني يحول أو يسلم أو يدخل الإسلام. فالحقيقة ان انا دعبست كده لغاية ما وصلت له والحمد لله، وعرفت ان هو قاعد في يعني في مصر فترة قليلة ومسافر، فقلنا لا ما بدهش. الشيخ يحيى بيتكلم اسباني، واحنا معانا إنجي عاطفة، هي اشطر مترجمة اسبانية في مصر هتترجم لنا الحوار. طبعا الشيخ يحيى بيتكلم عربي لطيف جدا، انما ما يقدرش يحكي لنا كده كل الحكايات الحلوة اللي احنا عايزين نسمعها منه. شيخ يحيى، انت دخلت حرب، كنت ضابط في الجيش او مهندس عسكري في الجيش الاكوادوري، ودخلت حرب مع بيرو، كانت الخناقه على البترول، وحصل بقى صراعات داخليه لانه حصل لك انت اتصبت وفقدت ايدك، فاحكي لي كده على الموقف ده. Pues al principio nos gustaríamos saber su historia de la conversión al Islam. Sabemos que usted fue ingeniero militar y que participó en la guerra entre Perú y Ecuador, en la batalla y el conflicto para el petróleo. Y queríamos saber la historia desde el principio, por favor. Bueno, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, muchísimo gusto, Angie, por estar aquí traduciendo, hacer esta parte difícil. Muchas gracias. Obvio, shkurnin, ana hina batergim. Madame Dua, te shakrim gitan. Yo agradezco muchísimo a usted su invitación a este prestigioso programa y un saludo para toda la audiencia de su gran programa. هو طبعا بيشكرك زي ما باين، وبيشكر كل فريق العمل اللي قاعد هنا ورا الكاميرا. ميرسي. Bien, sí, hace 36 años se libró una guerra entre Ecuador y Perú en 1981 en los límites de allí. Yo era un oficial de guerra, subteniente del ejército, tenía 21 años de allí. سنة 81 الحرب كانت بين إكوادور وبيرو وعلى الحدود، وهو كان وقتها عنده 21 سنة وكان ملازم تاني في الحرب، اشترك فيها وهو على رتبة ملازم تاني. Y entre la pelea hubo algunas explosiones, una de ellas de una bomba muy fuerte que mató a algunos de mis compañeros y pues comprometió muy difícilmente mi mano. Como producto de ello perdí mi mano izquierda, estuve muy mal herido. طبعا هو بيحكي ان خلال المعركه في انفجرت قنبله وكان راح ضحيتها كتير من زملائه، وهو فقد يعني ايده الشمال، وطبعا كان يعني الجرح بتاعه قوي جدا عميق جدا، وكان يعني حالته وحشه جدا بعد، لانها كانت قنبله يعني تاثيرها كان كبير قوي. Estuve varios minutos tendido sobre el campo de batalla. هو قعد كذا يعني مدة طويلة، كذا دقيقة مرمي على الأرض في أرض المعركة. Sangrando. وعمال ينزف. Perdiendo la conciencia. وكان عمال يفقد يعني الوعي بتاعه. Y mi familia se me presentó varias veces en como en una película desde el inicio hasta el final. طبعا خلال الفترة دي هو شريط حياته مر قدامه، ابتدى يفتكر عيلته، حياته كلها من أولها لآخرها دارت قدامه زي شريط سينمائي أو فيلم. Al final yo sabía que me iba a morir porque era tan fuerte lo que yo sentía mi que mi vida se estaba yendo. طبعا الإحساس وقتها إن هو كان خلاص هيموت، هو كان عنده شعور أكيد إن هو خلاص بيفارق الحياة. Sabía que entre un minuto y otro iba a morir. Mi alma se iba a ir. هو خلاص كان حاسس فعلا روحه بتطلع، خلاص في ثانية هيموت، وفي لحظة هو عارف مفيش بإيده حاجة يعملها. Mi preocupación mayor era no haber estado preparado para enfrentarme a Dios. وقتها كان القلق اللي بيسيطر عليه والفكرة المسيطرة عليه إن هو مش مستعد لمقابلة ربنا. Ese fue el punto que
después unió mi búsqueda. Allí, desde ahí, el punto de búsqueda para la, tratar de ver dónde estaba Dios. Yo le dije, Dios mío, no me lleves al infierno. إنجي متأثرة وبتدمع حبيبتي. طيب لازم أقول. قولي. يعني هو ساعتها كان يعني على الأرض كان بيقول أنا مش مستعد أقابل ربنا دلوقتي، لو سمحت يا رب ما تاخدنيش دلوقتي وما تاخدنيش النار. سوري. بعدين. Me recuperé. Digamos, vinieron varios de mis oficiales a levantarme, varios de mis soldados y hacerme una evacuación, y fui a un hospital, pero siempre estuvo latente, inclusive después de recuperarme estuvo latente este momento de que no estuve preparado para هم طبعا جم زملائه لانقاذه واخدوه على المستشفى وجريوا عليه ولحقوه وطول الوقت ده في فتره الانقاذ وفتره بقائه في المستشفى كانت الفكره المسيطره عليه برضو ما زالت هي انا لسه مش جاهز اني اقابل ربنا. Dejé el ejército, el presidente del Ecuador me condecoró. وطبعا بعد الحرب النتيجه لاصابته واللي حصل له هو طبعا ساب الجيش ورئيس الاكوادور اداله وسام. Me encaminé a hacer estudios en los Estados Unidos, en el estado de Michigan. هو سافر بعدها لميشيغان في الولايات المتحده علشان يعمل دراسات. Allí estudié gerencia de industria. دراسات ما لهاش علاقه بالاسلام، كانت دراسات عاديه علشان يشتغل اداره صناعيه، عمل اداره صناعيه. يشتغل في الاداره الصناعيه عشان بما انه ايده يعني فقدها فمش هيقدر يشتغل في الجيش الشغل اللي كان بيشتغله تاني، فاضطر يشتغل في حته تانيه. وبعدين لما سافرت امريكا دخلت كورسات وقابلت ناس من كل الدنيا ومن كل الاديان. فهمني برضو. يلا pues ahí en Estados Unidos conociste a muchas personas de muchas nacionalidades, sí, mucha gente. Sí, conocí y fui a investigar, a hacer un BAS, una investigación de varias denominaciones religiosas, entre esas las cristianas y las judías y كل الاديان. في خلال وجوده في امريكا طبعا هو حب يتعرف على مختلف الاديان بما انه يعني الناس حواليه كتير يعني زملائه كده اهو، فهو ابتدى يحاول يعرف اكتر عن الديانات المختلفه ويتعرف عليها. طيب انا هو الفتره اللي قعد فيها من بعد الحرب لغايه اما سافر امريكا تقريبا حوالي 5 سنين، وهو راح امريكا الموضوع ده فضل في دماغه، يعني موضوع لما ان هو مش عارف يقابل ربنا ازاي ده فضل في دماغه طول الفتره دي. Te ha durado tanto ese pensamiento, esa preocupación de que ya no estabas listo o preparado para todo el tiempo. Todo el rato durante 5 años. Todo el tiempo porque sabía que la próxima vez que me toca va a ser a lo mejor la definitiva. Entonces debo estar preparado. ¿Cómo debo estar preparado? No sé. Debo buscar una forma. هو كان دايما حاسس ان عدى من يعني من الموت مره بس ممكن من المره الجايه تبقى هي الاخيره وما زال هو غير مستعد لمقابله ربنا فقال انا لازم اعرف ربنا اكتر واقرب له اكتر بس مش عارف ايه الطريق اللي يمشي فيه علشان يوصل لربنا دي. جميل. فانت دورت بقى في كل الاديان، رحت عديت عليهم كلهم كده واحده واحده كده وقعدت مشكل ولكن يعني حبه يعني انت قلت لي مبدئيا يعني اتليست الاديان السماويه يعني انت ماشي وسالت وسالت وبعدين كان معاك في الكورس اللي انت بتاخده او مكان الدراسه كان معاك حد سعودي اسمه ابراهيم. ابراهيم ده عمل ايه اثر فيك خلاك تروح تدرس الاسلام؟ Queríamos saber la historia de tu compañero saudí Ibrahim en Estados Unidos y cómo te introdujo a la religión musulmana. Desde el primer día que nos sentamos en el aula de estudios, Ibrahim se había sentado tras mío. Era ya un destino. Yo estaba aquí, él estaba acá. Y fuimos siempre amigos. هو من اول يوم كان ابراهيم قاعد وراه وهو حاسس ان دي يعني اشاره من القدر ان هم كانوا من الاول قريبين من بعض وكانوا قاعدين يعني جنب بعض على طول. اميجوز انا لقطت اميجوز. ايوه هم اصحاب من الاول او في صاله الدراسه يعني. اوكي. Había estudiantes de muchos países. وطبعا كان في يعني طلبه من جميع الجنسيات. Entonces la profesora nos dijo cada uno de nosotros debemos hablar un tema y yo escogí uno del Ecuador, Ibrahim escogió algo el Islam.
ساعتها المدرسة بتاعتهم أو الدكتورة اللي بتدرس لهم قالت للطلبة كل واحد هيطلع يتكلم عن بلده أو حاجة خاصة متعلقة ببلده من غير ما تحدد إيه. وقتها إبراهيم اختار إنه يتكلم عن الإسلام. Él dijo, yo no quiero convencer a nadie. Solo quiero hablar de lo que es mi religión. هو قال من الأساس يعني إبراهيم زميله بيقول إنه لما تقدم وبيتكلم قال أنا مش بحاول أقنعكوا بحاجة أنا بس هتكلم عن الدين اللي أنا بؤمن بيه. Camille. Ese fue el inicio, él me dio algunos folletos que hablaban de دي كانت de la البداية وإبراهيم كان بيديله بروشورز ومطبوعات فيه بتكلم أكتر عن الإسلام. إنما أنت حكيت لنا إنه إبراهيم قال كلمة لمست معاك خلتك يعني الكلمة دي شوية أثرت فيك كده لغاية أما رحت معاه الجامع. Nos has contado que Ibrahim ya le comentó algo que le afectó bastante hasta el día que pues fuiste con él a la mezquita. Sí, la verdad es que todas las religiones que se me presentaban delante de mí, iba, investigaba, me iba a la iglesia, me iba a un lugar, me iba a una sinagoga, esto, y la última, digo, no, ya ni yo debo ser justo, debo preguntar a Ibrahim y le pregunté, llévame a tu iglesia. من كتر هو ما سأل هو قاعد كان بيشوف الناس حواليه ايه دينهم ايه ويروح لمكان العبادة بتاعهم ويسأل ويعرف بيسأل يمين وشمال يمين وشمال وبعدين قال لا انا لازم بقى اسأل ابراهيم ايه موضوع الدين بتاعه ويحكي لي عنه شوية. قال ليش نو سيجاما ايجليسيا سيجاما مسكيتا. قال له لا انا ما بروحش كنيسة اتعبد انا بروح حتة اسمها الجامع. اوكي انتوسس voy a ir a una يعني هو طلب من ابراهيم يوديك كنيسه بالظبط قال له الكنيسه اللي انت يعني هو كان فاكر انه مكان التعبد في اسمه كنيسه في كل بالظبط في كل الاديان اسمه كنيسه في كل الاديان فهو قال لابراهيم تعالى وديني الكنيسه بتاعتك فابراهيم قال له لا انا باخدك المسجد مش هينفع اخدك الكنيسه اوكي انتوسس fuimos a una mezquita allí en la ciudad de Mount Pleasant. راح جامع في مدينة اسمها مون بليزنت مون بليزنت في الاستاد دي ميشيغان في ميشيغان اوكي هي الاولى مسكيته كبيره كان مسكيته دي ستودينتس دي لا يونيفرسيتاد وده كان اول جامع يدخله في حياته وكان جامع اغلبيه اللي بيروحوه طلبه جامعه نو تينيا دوموس دي ميناريتس era una casa simple ما كانش جامع بالمعنى المفهوم بقبه كبير ولا ليه قبه ولا ليه حتى مكان للصلاه بس زي شقه او بيت كده يعني para estudiantes entonces زاويه احنا بنسميها زاويه Desde la entrada, cuando voy a entrar, entonces todo el mundo deja sus zapatos, todo el mundo es ordenado, este lado para las mujeres, este lado para los varones. Cuando voy dentro del salón de rezar, entonces todos se alinean en una... hay orden, hay disciplina, después todo un comandante adelante, que ha sido el imam, ha sido, sí. Ahora sé. Pues, هو بيقول إنه أول حاجة لفتت نظره في دخوله الجامع النظام. في كل حاجة الناس بتسيب الجزم برا على الباب مكان للستات مكان للرجالة الناس مصفوفين وقدامهم قائد وهو جاي من هو جاي من خلفية عسكرية وعجبه قوي الانبهار بال يعني انت جاي من خلفية عسكرية ففاهم انه في كوماندا انت كنت بتقول في كوماندا كوماندانتي يعني حد زي هو ده الامام الامام طيب وبعدين دي اول حاجه يعني انه الناس دي منظمين ومتوضيين ونضافوا كده بعد كده ¿Cuál ha sido lo que luego te impresionó al entrar a la mezquita? Sí, luego escuchamos un khutba, un sermón que no entendía. بعد كده طبعا الخطبه بدات وهو ما فهمش منها حاجه طبعا بطبيعه الحال porque todo era en idioma árabe en ese tiempo no entendía nada ووقتها ما كانش بيعرف خالص عربي فبالتالي ما فهمش ولا كلمه pero el momento de realizar el sujud la posternación ese fue mi momento breaking point ese fue mi momento de ruptura طبعا وقت بقى لما حصل وقت الصلاه السجود هي دي كانت التيرنينج بوينت ونقطه التحول في حياته كلها البريكنج بوينت النقطه اللي هي الفاصلة الفيصل بين قبل وبعد انه يعني هو لسه سجدة كلها سجدة على الارض يعني ايه انت وصفت لنا معنى السجود بشكل جميل قوي احكيه لنا كده hace un rato ya nos explicaste cómo ves la prosternación desde tu punto de vista y era impactante la prosternación yo para mí fue algo impactante nunca había visto en mi vida
me tembló todo el cuerpo, mi corazón estaba latiendo mucho. لما شاف السجود قلبه طبعا بقى بيدق وهو كان بيترعش من جواه جدا لان هو عمره ما كان في حياته شاف وضع السجود خالص قبل كده. El hombre que está orgulloso y está todo siempre bien parado y la frente aquí arriba estaba ahora abajo en el suelo. الإنسان اللي على طول حاسس بالإيجو وبأنه هو موجود ورافع راسه في لحظة بيحطها في الأرض. Entonces dije, esta es el momento de ver cuán humilde somos los seres humanos ante Dios que es el Todopoderoso. ساعتها Esta es correcta la forma de adoración. هو شاف ان هي دي الطريقه المثلى للعباده لان الانسان فعلا كائن ضعيف وهو ده هو ده الشكل الامثل لعباده خالق كبير وعظيم هو ان احنا نسجد. الله. طيب شيخ يحيى هي دي النقطه اللي قررت فيها تدخل الاسلام هي نقطه التوحد مع فكره السجود ولا حبيت لا تدرس وتفهم اكتر وبعد كده يعني تدخل في الإسلام. pues eso lo de la prosternación y ha sido el punto culminante en el que decidiste convertirte o al principio has preferido estudiar al principio saber más de la religión. pues Angie el asunto es que Ibrahim algún momento me dio algunos folletos unos libros también pequeños para estudiar algo entonces sí tuve algún información, obviamente, información que me hablaba del Islam. طبعا البروشورز والحاجات اللي اداها له ابراهيم كانت مديله فكره مبدئيه عن الاسلام يعني. Pero claro, una vez que terminé, Madame Doa, una vez que terminé la universidad en Estados Unidos, cuando pensaba regresar a mi país, al Ecuador, pensaba en que como soy el primer musulmán o el único tal vez o no va a haber a quién yo puedo preguntar. هو طبعا رغم المعلومات اللي خدها من الحاجات اللي ادها له زميله ابراهيم هو بعد ما خلص دراسته ورجع بلده قال انا الوحيد المسلم اللي هبقى هناك وهجيب معلومات منين وازاي هستقي خبره ناس في الاسلام وانا الوحيد المسلم هسال مين فقرر يدرس. Entonces por eso que decidí aplicar para una universidad en Arabia Saudita en Medina Munawwara. علشان كده هو قرر انه يقدم لدراسه اسلاميه لدراسات اسلاميه في جامعه في المدينه المنوره بالسعوديه. طيب انت قلت لي باباك تقبل فكره ان انت قلت له انا بقيت مسلم يعني قلتها له ازاي وقال لك ايه هو؟ Nos comentaste que tu padre ha aceptado la tu conversión sin ningún problema. Así pues es. Nos puedes contar eso sobre eso. Así es. Después de esta aceptación al Islam, de esta entrada al Islam, llamé a mi padre y él me dijo, hijo, si tú eres musulmán, todavía sigues siendo mi hijo, bienvenido. أول لما طبعا اعتنق الإسلام كلم بابا وقال له أنا خلاص بقيت مسلم فقال له أنت هتفضل طول عمرك ابني مسلم أهلا بيك أنت على طول ابني أيا كان. جميل. طيب أول ناس أسلموا خلتهم يسلموا على إيديك هو والدك ووالدتك. Sabemos que tus padres fueron los primeros a convertirse después de ti. Sí, fueron mi padre primero y luego mi madre. Mi madre se convirtió aquí en Egipto. Pues هو بيقول ان بابا اول اسلم بسهوله اكتر من يعني بسرعه اكتر من مامته ومامته اسلمت هنا في مصر والله اشهرت اسلامها هنا هو اول حاجه عملها انه حول الدور الاول في بيته لموسك او مسجد يعني اول دور حوله لمسجد هل دي مراته ما قالتلوش الله احنا كده البيت بوظ لنا يعني يعني فكرت في الموضوع ده ازاي Nos puedes contar cómo convertiste a tu casa a una hacer una mezquita Sí, bueno. ¿Y su mujer sí no se ha quejado, no se habría quejado en ese entonces? Bueno, en realidad ella fue la mayor apoyo, mi esposa fue el mayor apoyo y a medida que venía más gente, amigos, vecinos, nuestro departamento nos quedaba muy pequeño, entonces allí es donde hacíamos la educación para nuestros hijos. Pero cuando ya vinieron más gente, entonces dijimos no hay una mezquita. Entonces ahí es tiempo de donar el primer piso de nuestra casa
como مسكيتا y nosotros vivir en el segundo piso. بيقول ان مراته كانت السند الاساسي ليه في الموضوع ده في نشر الاسلام لان هو في الاول كانوا بيستقبلوا الناس اللي بيحاولوا يتعرفوا على الدين في بيتهم. الاول ابتدوا بالعيله بالدايره الصغيره وبعدين الجيران والناس اللي بيعرفوهم وبعدين لقوا الناس بتتوافد اكتر واكتر على البيت والبيت مش مكفي فقالوا خلاص احنا هنحول الدور الارضي لجامع او يعني زاويه واحنا هنعيش في الدور الفوقاني. جميل. En realidad nos llamamos Centro Islámico del Ecuador, pero es mi casa, sin minaretes, sin cúpulas. احنا كنا مسمينه المركز الاسلامي في الاكوادور ولكن هو كان بيته، يعني هو مسميه المركز الاسلامي بس هو ده كان الدور الارضي لبيته من غير مأذنة ولا وهو دلوقتي المركز الاسلامي للاكوادور. Sigue siendo el centro. الاول كان بيصلي وراك كام واحد ودلوقتي بيصلي وراك كام واحد؟ Principio cuántas personas rezaban detrás de ti y ahora cuántos? Más o menos. Bueno, 9 personas empezamos. 4 varones, 5 mujeres y niños. Luego, ahora, pues, al menos en la oración de ley tenemos como 350, 400 personas. بيقول هو ابتدى في الأول بتسع أشخاص، أربعة رجالة وخمسة ستات وشوية أطفال، دلوقتي في صلاة العيد 350 تقريباً. الله. Y tenemos que, porque la casa. ده في المنطقة اللي حواليه. La casa no avanza. Las 350 personas, mi casa no es grande, entonces tenemos que llamar a la policía para que nos ayude, cerramos la calle y es que parece Egipto. هو بيقول ان لما الاعداد بتتزايد البيت مش بيكفي غير 350 لما بيلاقي الاعداد اكتر بيكلموا البوليس علشان يقفلوا الطريق فبيقول ده بتبقى شكل زيها زي مصر بالظبط لما بتتقفل الشوارع عشان الناس تصلي على بره. طيب هو شيخ يحيى الحقيقه انا متاثره بيه جدا لانه هو كان شخص عادي خالص يعني مجرد بس عايز يتعرف على الإسلام كان ممكن يكتفي بأنه يبقى مسلم وخلاص وما يدعوش أو ما يحاولش يوصله يعني للناس أتليست اللي حواليه أو أكبر قدر ممكن يعني كان ممكن يصلي ويصوم ويعمل اللي عليه وخلاص لكنه يعني حب يتعلم منه وعلم ولاده وولاده بسم الله ما شاء الله يعني ماشيين في الخطى بتاعت ان هم يبقوا حد فيهم امام جامع ابن حضرتك امام جامع جوز بنته امام جامع في امريكا ابنه امام جامع في الارجنتين يعني واخدين موضوع ان هم يوصلوا الصوره الحلوه للاسلام على عاتقهم. عايز تكمل حياتك ازاي؟ عايز رسالتك تكملها يعني ازاي؟ انت عايش دلوقتي ما شاء الله ابنه يعني امام جامع جوز بنته بناته بيدرسوا هنا هو شايف الدنيا عامله ازاي بعد كده في الاكوادور وهيكمل ازاي؟ يا كومو تي ايدنتيفيكاس كومو ان اكواتوريانو مسلمان لاتينو pues cómo percibes sí. el futuro de la comunidad musulmana en Ecuador. En realidad sí tenemos estas facetas de nuestra identidad. Somos musulmanes de religión, latinoamericanos de cultura y ecuatorianos de nacionalidad. هو بيقول الشخص يعني الشخص زيه بيعرف نفسه او هويته بانه مسلم شخص مسلم في دينه الجنسية إكوادور الثقافة هي ثقافة لاتينا So no hay problema en agrupar estas tres facetas en una sola identidad latinoamericana musulmana. الأوجه الثلاثة دي للشخصية ممكن تبقى متجمعة في إنسان واحد يعني يتجمعوا تحت شخص واحد. Y estamos justamente Zakalajer, Madame Doa por hacer esta pregunta, porque estamos justamente en América Latina en esta faceta primaria de identificar nuestra identidad en Latinoamérica. ¿Quiénes somos los musulmanes latinoamericanos allá? في لاتين امريكا هم دلوقتي في الفيز او المرحله الاولانيه في ان هم لتحديد هويتهم كمسلمين اكواتوريين. لسه مدخل الاسلام قريب من 20 سنه 20 30 سنه ف يعني هو متوقع هم في المرحله الاولى لسه لاثبات نفسهم. Sí. Hay una diferencia entre musulmán latinoamericano, que quiere decir nativos que se encuentran allí, que adoptaron la religión del Islam, musulmán latinoamericano, y otra, musulmanes en Latinoamérica. هو لازم بيقول ان احنا لازم نفرق بين حاجتين، المسلم اللي هو المهاجر اللي جاي مسلم وعايش في اكوادور، والاكوادوري اللي غير دينه واعتنق الاسلام، ده مسلم وده مسلم، او يعني
هنفرق بين دول ودول. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وتشرفت بوجودي مع حضرتك ومع شخصيه حضرتك. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias. Antes de terminar, si me permites, por favor. هو عايز يدينا كادو هديه قبل ما نختم البرنامج. ايوه. Este es un Corán traducción. مصحف القرآن en idioma español para ti, Angie. Muchas gracias. Para ti también. شكرا. Muchas gracias. Muchas gracias. القرآن وترجمة معاني إلى اللغة الإسبانية. شكرا. Mil gracias. Mil gracias. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها.